السلام عليكم والرحمة والبركة. بسم الله بسم الله الذي جعل القرآن عربيا غير ذي قيمة. والحمد لله والحمد لله الذي تحدى بنصارة القرآن العربي ذوي الحجج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بالفصاحة منعوت وبالبلاء. وإنها لفرصة مباركة ميمونة ومناسبة سعيدة أعدتها من أعظم المناسبات وأشرف الفرصات أن ألتقي محبتي وزملائي وإخواني في هذه المنصة المباركة الميمونة، منصة التراث الراسخ والصوت الشامل، المحفل العلم والمنبر التربوي الذي يشهد له هذا الجمع الوفير والمجمع الكبير حول الموضوع المعين القرآن دستور الأمة. فأفضل نقدم باقات الشكر والتقدير على من أتى به هذا الموقف الكبير. الحمد لله والحمد لله العلي القدير. إخوة الإسلام، كيف أنتم إذا تلبستم بذكر ربكم وغالبكم بعدما سكنتم السكارى وما أنتم بسكارى؟ كيف إذا تلبستم بذكر ربكم وغالبكم بعدما تعشتكم النهرات عن تحليق أفكاركم؟ فهذا هو البحر الرهيب ينتظر من به يليق. فهذا حين ما يكفيك سلام والله المعذب المستعان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.